عشاق الهمازي وعشاق السكنه بوحديتهم جبنا لكم هذه الهمزه هذه اللي ما خصكمش تفلتوها. هذه الدار المستقله راه جات في العوامه طنجة في احسن مكان في العوامه، جات قريبه لمعمل دكامبا وعاد المساحه ديالها كبيره، جوج الواجهات، عندها كراج كبير اللي تقدروا تستغلوه بزاف ديال المشاريع، يقدر يجيكم ستوك، تقدر كاميون يدخل في الكراج عندكم. علاش؟ حيت قدامها واحد الوسعه كبيره والكراج ديالها كبير. بلا ما نطول عليكم يلا نكتشفوا هاد الدار المستقله الفصاله ديالها. شحال من ايطاج فيها؟ هي فيها 80 متر، 80 متر في الارض. كيف ما كتشوفوا الايطاج الاولاني اختاروا انهم يعملوه كراج، فيه الطواليت ديالو، فيه الحمام، فيه الكوزينه. مين نتوما غادي تاخذوها؟ اذا كانت عندكم يعني فكره استثماريه غادي تبدلوا ليها الفصاله كامله، ما غتخليش الكوزينه، ما غتخليش الحمام، جوج الحمامات ما غتخليهمش، يعني كراج عندك هنا منطقه اللي هي استثماريه 100%. قريب لكم عمل الكامبا، العوامة هنا معروفة في طنجة أنها منطقة عامرة، تقدروا تعملوا هري، تعملوا ستوك، تعملوا الكاميونات كبارين راه يدخلوا. علاش؟ حيت قدامكم وسعة، العلو ديال الكراج راه عالي وعاد المساحة ديالو كبيرة، يعني كراج استثماري 100% خاصكم تستغلوه، والثمن ديالها همزة غادي نكتشفوه جميع في آخر الفيديو. كيف ما قلت لكم الفصالة ديال هذا السفلي هذا اختاروا انه يخليوا هذا كراج، وهنا عملوا كوزينه. كوزينه طبعا اذا كنتوا غادي ديروها للسكنه تقدروا تحتاجوا هنايا كوزينه، اختاروا انهم يعملوها دايره بالبلاكارات من فوق لورنيه ومن تحت لورنيه. وبالحق كيف ما قلت لكم هذه الدار المستقله استثماريه 100%، تستغلوا الكراج ديالها، تكريو الكراج ديالها، اولا تعملوها كالكرا مثلا، تخلي كوزينه، تعملوا بيوتا، والايطاج الفوقاني حتى هو غنكتشفوا شنو فيه، وباقي يمكن لكم تزيدوا. يعني خاصكم تستغلوا هذه الدار هذه يا اما للسكنه او للاستثمار، والاستثمار بيني وبينكم احسن. يلا باقي نشوفوا لنا حنا كاين الحمام، هما اختاروا انهم الحمام يعملوه كبير، فيه لافابو ديالو والبانيو ديالو والدوشه ديالو، وعنده طاقه اللي كتطلل على الزنقه. كما قلت لكم عنده طاقه اللي كتطلل على الزنقه، يعني نتوما اذا بغيتوا ما تخليوش هذا حمام، هذا المساحه ديالو كبيره، يعني راه تجيكم بيت هنايا او لا يجيكم كراج اخر اذا عملتوا ليه الباب من جهه ديال الطاقه، يعني تخليوا هذا كراج وتخليوا هذا مثلا تعملوه بقال، تعملوه شي كراج اخر، يعني تستغلوه. حيت السفلي من الدار المستقله ملي كيكون كراجات كتكون كتعطي كتربحك، وفي نفس الوقت انت ساكن فيها في الايطاج الاولاني ولا الثاني، والسفلي كتكون كامل كراجات. في الكراج ديالنا هنايا راه باقي واحد ستوك بحال خزين، بحال ستوك هنايا عاملين فيه، احنا غادي ندخلوا ونكتشفوا شنو فيه. فيه طواليت اخرى ديال الكراج، يعني كيف ما قلت لكم لا داعي انهم يكونوا جوج ديال الكراج، جوج ديال الحمامات عفوا، جوج طواليتات في الكراج، فهذا كاستثمار تقدروا تخليوه كامل كراج، وتحيدوا الكوزينه وتحيدوا الحمام وما تبقاش، حيت باقي عندكم الايطاج الاولاني اللي غادي نطلعوا نكتشفوه جميع، وحتى تقدروا تزيدوا الايطاج الثاني. من بعد ما شفنا السفلي شنو فيه، شنو اللي ديجا مبني فيه، وشنو اللي يقدر يرجع يتغينوفلا، وشنو يقدر يجي فيه، دابا غنطلعوا الايطاج الاولاني مباشره باش نشوفوا الفصال ديالو والوسعيه ديالو، ومولين هاد الدار المستقله شنو اختاروا يعملوا هنايا. هاد الايطاج هذا الاولاني اختاروا انهم يعملوه غير بيت نعاس وصالات. المساحه الاوليه اللي غادي توريها لكم فاتير في صاله ضد الدار هي هذه، كيف ما شفتوا جات مفتوحه على بعضياتها، جوج ديال الفصاد، اربعه ديال الطيقان كاينين غير هنا في الصاله بوحديتها، يعني حتى اذا بغيتوا تعملوه استثمار، تعملوا بيوت النعاس، راه عندكم في كل كوان كاين طاقه، يعني تقدروا ترجعوا هذا الايطاج هذا كامل بيوت النعاس وتكريوها، خصوصا انها قريبه للمعامل اللي كاين هنايا في العوامه، منطقه اللي هي حيويه وعامره بالناس، وعاد كاينين المدارس العموميه والخصوصيه هنايا. كيف ما قلت لكم الدار راها مصلوحه كامله بالبلافون ديال القبص، القبص اللي هو عصري تقليدي اصيل ديال المغرب ديالنا. وكيف ما قلنا لكم هذا الدار هذه تقدروا تخليوها على هاد الفورمه هذه اذا بغيتوا، او لا تقدروا تعملوا هنايا شومبر بحكم ان هنا كاينه الطاقه كتطلل على الزنقه، تكون عندكم هنايا الشومبر الاولى، وفي هذا الاتجاه هذا تعملوا الشومبر الثانيه، وعاد في اتجاه اخر غتعملوا لا كويزين، يعني غادي تولي عندكم هذا الايطاج بوحديتو فيه ثلاثه ديال لي شومبر، كويزين والحمام، وعاد السيجور والصالون، يعني
اذا بغيتوها كاستثمار تكريوها بيوتا او لا تسكنوا فيها، راه هاد الدار هادي كامله ذهب، ما تضيعوهاش حيت الثمن ديالها همسه وتقدر تصلح لكم. يا استثمار يا سكنه بحكم الموقع الغزال ديالها. دابا يلا من بعد ما شفنا الصالون اعطيناكم افكار كيفاش تفصلوا هاد الدار وتدخلوا فيها الكوزينه والحمام. باقي لنا هاد السيجور هذا اللي ديجا شفتوه مع الدخله، مي نتوما غادي تقدروا تخليوها هكا حيت اصلا صراحه الله راه مصلوحه. لا نوعيه الصباغه نوعيه ممتازه، لا القبص، يعني كلشي كلشي فيها نوعيه ممتازه، الا اذا نتوما بغيتوا تبدلوا الصاله ديالها اولا بغيتوا تبدلوا الفكره ديال استغلال هذا الدار هذه. هنا كنلقاو الشومبر الاوليه اللي كاينه في الايطاج الاولاني، يعني هذا الايطاج فيه شومبر وحده وكلشي صالونات، تقدروا تزيدوا بيوت النعاس. الايطاج الفوقاني اللي فيه كوزينه وبيت ترجعوا حتى هو ايطاج ديال الصالات او البيوت، يعني عندكم بزاف الافكار بحكم ان هذا الدار كبيره، المساحه ديالها كبيره، موقع استراتيجي وقريبه لكم لكل شيء. من بعد ما شفنا السفلي والايطاج الاولاني، عفوا سمحوا لي ما ذكرت لكمش ان هاد لا شومبر هادي كامله فيها البلاكارات ديال الخشب، يعني حتى اذا بغيتوا تعملوه بيس نعاس برينسيبال راه عندكم البلاكارات، ما غادي تحتاجوا ماريو. وانا افضل صراحه الله انكم تاخذوها كاستثمار بحكم الموقع ديالها والثمن ديالها، راه والله ما غادي تضيعوا فيها. دابا غادي نطلعوا باغا نشوفوا الايطاج الاولاني من بعد ما شفنا، عفوا الايطاج الثاني من بعد ما شفنا الايطاج الاولاني كامل، الصاله اللي فيه وشنو يقدر يجيكم فيه. الايطاج الثاني عاود حتى هو مفصل الصاله الثانيه اللي تقدروا مثلا بهاد الصاله هذه اللي فيها تكريوها كما هي، يعني تربحوا من نهاركم الاولاني، لا من الكراج ولا من الايطاج الاولاني اللي مع هذا اللي معاه الكوزينه والسطح ديالو. هذا الايطاج هذا الثاني اذا كنتوا غتختاروها كاستثمار، يعني غادي تبقى لكم الكوزينه اولا كسكنه، غتبقى لكم الكوزينه قريبه للسطح، كتنفع العيد الكبير، كتنفع يعني شي حاجه كتكون تينا في السطح كتبغي ضروري خاصك الكوزينه تكون حداك. كوزينه اللي هي المساحه ديالها كبيره معتبره، يعني اذا كنتوا اختاريتوا انكم تستغلوها تسكنوا فيها هكذا كما هي، يعني الثمن ديالها راه همسه. نذكركم بالموقع، الموقع ديالها جات في العوامه طنجه، ومن لا يعرف العوامه طنجه قريبه ليها دار التونسي، قريب ليها طريق جديده اللي كتدي طريق الرباط، قريب ليها طريق جديده اللي كتدي للمغوغه، يعني قريب ليها كلشي. فيها المدارس العموميه والخصوصيه حداها معامل هنايا كاينين يعني بزاف، يعني حتى الا خديتوها كاستثمار وبديتوها بيوت النعاس وتكريوها للناس الطلبه اللي هنايا اولا تكريوها الناس اللي خدامين في المعامل، راه استثمار مربح. الكراج ديالها عاود راه كبير وواسع، تقدروا تستغلوه كستوك، تعملوه هري اولا راه حتى كميو يدخل لكم فيه بحكم انه عالي. مساحه ديال 80 متر، فيها سفلي فيه كراج كوزينه وجوج ديال الحماحم، والايطاج الاولاني فيه صالون وبيت نعاس، عفوا ثلاثه صالونات وبيت نعاس. وهذا الايطاج هذا الثاني اللي تقدروا مثلا تزيدوا تبنيو، حيت هنايا عاطينهم جو بونس اغ بلس 3 ولا 4، يعني ملي غادي تجيو غادي تكتشفوا شنو الايطاجات اللي عاطينهم، تقدروا هذا تكملوه كايطاج ثاني اولا تقدروا تزيدوا جوج ايطاجات اخرين. المساحه ديالها 80 متر، جات في العوامه طنجه. الثمن ديالها غتلقاوه مكتوب اسفل الشاشه، كيف جاكم الثمن همزه ولا ماشي همزه. اذا كنتوا غادي تستغلوها كاستثمار هاد الدار هادي كيف ما عاود قلت لكم راها كامله ذهب، الثمن ديالها مشجع. اذا عجبتكم تواصلوا معنا في هاد الارقام اللي كاينين على الشاشه، عطيونا الريفيرونس اللي كاين على الشاشه وحنا غادي نجيب لكم فيزيتيوها. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الحظر والجديد راه تخصها تحت الطلب ديالكم لاباج انستغرام، غتلقاو سكرين شوت ديالها هنايا. من خلال هاد المقاطع هادو اللي كاينين هنايا تقدروا تهضروا معنا، تبغوا تشوفوهم تفيزيتيوهم ولا تواصلوا معنا نصيفطوا لكم الفيديو كامل، اولا اذا بغيتوا نديوكم تزوروا هاد الشقق هادو.